ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح، خلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده مقارنه سريعه جدا 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 وريفيو فيديو جديد على قناه احمد سامح. المهم النهارده هنقارن ما بين الاس اس دي والهارد ديسك العادي. ما نقدرش ان احنا نقول هارد على الاس اس دي نتيجه ان مفيش اي موف وورس، مفيش اي حاجه بتدور، مفيش حاجه بتريد ورايت من على قرص دوار زي ما في ال HDD. الفكرة ان هم خلوا ذاكرة التخزين تكون SSD مش HDD، ان السرعة بتاعت القراية والكتابة بتاعت البيانات على الديسك ده او على whatever الجهاز ده تكون اسرع اكتر من 5 و6 و10 اضعاف سرعة القراية والكتابة، وده بينعكس بشكل كويس جدا 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 على فتح الملفات وفتح البرامج. يعني عندنا مثال جميل جدا وزي ما انتم شايفين قدامكم. دلوقتي ده جهاز بيفتح عن طريق ال HDD. شوفوا هياخد كام ثانية لحد ما يفتح ونشوف الانترفيس بتاع الويندوز. زي ما انتم شايفين كده خد وقت طويل او خد وقت كويس بالنسبه للمتعارف عليه. تعالوا بقى نشوف فيديو قصير برضو عن الاس اس دي وهو بيفتح الويندوز. تعالوا نشوف تفتكروا هياخد كام ثانيه. بصوا شفتوا الفرق عبارة عن ايه؟ الفرق تقريبا نص الوقت او اكتر كمان من نص الوقت. اعتقد ان هو ورثة يتجاب او يكون موجود في اي جهاز كمبيوتر خاص بيك سواء لابتوب او بي سي. ده بيحسن جدا 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 من سرعة فتح وقفل الملفات وحفظ البيانات على الديسك ده او على ذاكرة التخزين دي. في فيديو قديم كده كنت عامله عن الاس اس دي والاتش دي دي ايام الكهرباء، هتلاقوه برضو في الاي اللي فوق، في شوية معلومات خفيفة، بس انا حبيت ان ده يكون فيديو سريع عشان خاطر تشوفوا بنفسكم المقارنة ما بين السرعتين عاملة ازاي، مش بس كلام وخلاص. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وكومنت. يلا انزلوا تحت كده ان شاء الله.